بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكافة أعضاء منتدية تونسيا سار، معكم أسامة حفصاوي. سوف نتطرق إن شاء الله في هذا الشرح إلى كيفية منع أي برنامج من التثبيت في الحاسوب إلا بعد أخذ موافقتك بكل سهولة. إذا كان حاسوبك استعماله مشترك، فإن العديد من أفراد العائلة ليسوا على وعي تام بالبرامج التي يقومون بتثبيتها، لهذا وجب عليك أن تراقب عن كتب البرامج التي يقوم بتثبيتها في الحاسوب لكي تبقى في مأمن من البرامج الضارة. في شرح اليوم سوف نقوم بحل المشكلة عن طريق برنامج انستالجارد الذي يقوم بمنع تثبيت البرامج في حاسوبك ولا يمكن تشغيلها إلا بعد أخذ موافقتك. ما يميز برنامج انستالجارد أنه مجاني وكذلك قوي في مجاله. أولا ندخل إلى هذا الموقع الذي سوف تجدونه أسفل الشرح، ثم نضغط من هنا على Free Download ونقوم بتحميل البرنامج. البرنامج بحجم صغير جدا، أنا قمت بتحميله سابقا. كما تلاحظون هذا هو البرنامج. الآن نقوم بتثبيته. البرنامج يحتال على سكيل سيرفر وكذلك يحتاج إلى نت فريمورك. الآن بعد الانتهاء من تثبيت البرنامج نقوم بفتحه. هذه أيقونة البرنامج، نضغط عليها مرتين. كما تلاحظون طلب منا كلمة السر. سوف نقوم بإدخال كلمة السر المصنع وهي password. هذه واجهة البرنامج الرئيسية. من هنا نقوم بتغيير كلمة السر، نكتب كلمة السر الجديدة، نعيدها مرة أخرى ثم نضغط على OK. الآن بعد أن قمنا بهذه الخطوات فالبرنامج سيقوم فقط بالسماح لنا بإعادة تثبيت البرامج المتواجدة سابقا في الحاسوب، وأي برنامج جديد سيقوم بمنع تثبيته. لكي تسمح بتثبيت البرامج مجددا نذهب إلى هذا الخيار ونضغي هذه العلامة من هنا ثم نضغط على سيف. هكذا أكون قد انتهيت من هذا الشرح. يمكنكم دائما زيارتنا على الصفحة الخاصة بنا على الفيسبوك، كذلك على منتدى الشروحات بمنتدية تونسيا سار. انتظروني إن شاء الله في الشروحات أخرى قادمة.